أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات آثرت في رسالتها عدم ذكر اسمها، إنما تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: معي ذهب يبلغ النصاب، وهذا الذهب ألبسه للزينة، وأيضا عندما نحتاج لمال نبيع من هذا الذهب، وسمعت أنه عندما يبلغ الذهب النصاب يجب إخراج الزكاة، فهل الذهب الذي معي أخرج عليه زكاة أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فالذهب الذي تتخذه المرأة حليا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما أعد للكنية والحاجة أو للتجارة لطلب الربح بثمنه، فهذا يزكى إذا حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه مع مال آخر تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه مال يعد للنماء والزيادة وطلب الربح فتجب فيه الزكاة. النوع الثاني الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال كالثياب، يعني يصبح كالثياب والمساكن وسائر المستعملات. والقول الثاني أن فيه الزكاة أخذا بعمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وعلى كل حال من كان عندها المقدرة على تزكيته كل سنة فهو أبرأ لذمتها وأحوط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثارت أيضا قضية شخصية على وهي كونها تبيع من هذا الذهب عند وقت الحاجة، ربما يكون لكم تعليق على هذه النقطة. هذا ربما يرجع إلى القسم الأول وهو المعد للحاجة ولم يعد للاستعمال واللباس، فإذا كان الذهب معدا للحاجة فهو مال زكوي تجب فيه الزكاة.